يا اهلا بكل حضراتكم في ثاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه في الفقره دي هنتكلم عن مصطلح دايما بنسمعه، ودايما بنسمعه مقترن بمخاطر، ودايما بيتقال في السياق انه ليه انعكاسات سلبيه على الصحه بشكل عام وعلى السمنه المفرطه بصفه خاصه، مصطلح الزيوت المهدرجه. ايه هي الزيوت المهدرجه؟ بنستخدمها ليه اصلا في حياتنا لما هي ليها هذا الكم من المخاطر والانعكاسات السلبيه على الصحه العامه؟ ده هنتكلم فيه مع دكتوره ريهام الحياوي اللي منوراني في حلقتنا النهارده. صباح الخيرات. صباح الفل. اخبارك ايه؟ الحمد تمام؟ لله بخير. انت عامل ايه؟ ايه بقى حكايه الزيوت المهدرجه اللي كل شويه بتتقال في جمله بتفيد بخطورتها؟ هي مشكله كبيره جدا. خلينا نتفق على حاجه، بس معلومه عامه نفهمها للناس. لما بنقول احنا انواع الزيوت اللي موجوده والدهون كتير جدا ومتنوعه جدا، ايه اخطر حاجه او بنقيس مدى خطوره الحاجه بايه؟ بحاجه بسيطه جدا، درجه الحراره اللي بتوصل ليها في الاحتراق. يعني لما نقول زمان السمنه والزبده، الحاجات اللي كنا بنستخدمها جدودنا بصوره كبيره في الاكل، ما كانش بقى الحاجات الموضه اللي طالعه كتير جدا دي يا كريم، والناس كانت صحتها حلوه، والافلام الابيض واسود تلاقي وسط الفنانين كلهم في الفساتين الجميله دي، الوسط صغير قد كده، والحياه كانت قائمه على الزبده والسمنه والحاجات الجميله دي كلها. فاحنا ليه بنقول ان الزبده والسمنه من الحاجات الكويسه؟ لان درجه الاحتراق بتاعتها عالية جدا، 200 و240 و250، فده معناها ان هي تغييرها او المولكيولز او الجزيئات بتاعتها، انها لما الست بيت تستخدمها في الطبخ ما بيحصلش فيها مشاكل تتحول لحاجات مسرطنه او مشوهه. الحاجات بقى المهدرجه او الصناعيه دي الشركات التجاريه ابتدت تعملها، بتغير في طبيعه الحاجات دي، بتلعب فيها جينيا، فبتبتدي تشوهها، يبقى منتج مسرطن 100%. فده بنلاقيه فين بقى؟ في طب وازاي ده متاح لينا في الاسواق وبننزل نشتريه وبناكله وناكله؟ مش بس كده، ما هو احنا هنربط دلوقتي السمنه بالدهون المهدرجه، فهرد عليك واقول لك ان اول عنصر موجود فيه الدهون المهدرجه دي بندخلها في بيتنا لينا ولاولادنا طول اليوم تقريبا طرق مباشرة أو غير مباشرة، أكل الجانك فود. إحنا دلوقتي كلنا بنشتغل في الشارع، أولادنا بنوديهم نوادي، أي حركة بسيطة هتلاقي نفسك غصب عنك، حتى لو بيجيب سناك، حاجات معلبة، حاجات مقفولة، للأسف كلها يا كريم مليانة دهون مهدرجة، سواء في المشروبات الغازية اللي كلها ألوان ومواد حافظة بالظبط كده، سواء في الفرايز المقلية، سواء في اللحوم، كل اللحوم المصنعة عايز أقول لك مليانة دهون مهدرجة. فللأسف كم الحاجات اللي إحنا بناكلها لينا ولولادنا، ومش بس كده، هي بتعمل سمنه وسمنه مفرطه تؤدي الى امراض مزمنه. فهي حلها ايه بقى الحكايه دي؟ حلها بقى ان احنا نبتدي واحده واحده نتجنب الاكل السريع الموجود في الشوارع، وده من اجل كذا حاجه، صحتنا، من اجل ان احنا نقلل الكوليسترول، ما يجيناش بعد الشر اورام وسرطانات لينا وللولاد، وفي نفس الوقت نفقد وزن ونخس. وده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده بقى، ازاي نخس، ازاي يعني احنا عايزين بقى نخس النهارده يا كريم بطريقه امنه وصحيه، وفي نفس الوقت نسهل رحله الخسيه اللي هي بقت صعبه عند ناس كتير. زي ما بنقول انت دلوقتي خارج بره في الشارع بتشتغل طول اليوم بره زي كل الناس، جعان عايز تاكل، هتعمل ايه؟ مضطر تاكل الحاجات دي. طب انا النهارده عايز اشتغل معاك ان انا اساعدك ان انا احد من الشهيه شويه، ان انا لما انت مضطر تاكل بره وهتختار اختيارات صحيه، ما تبقاش عندك نهم وجوع فمضطر اكل اي حاجه قدامي. ده هنوصل له النهارده بان احنا هنتكلم عن كورس بيستا، وده كورس انا بعتبره كورس علاجي. يعني دايما كورسات التخسيس او حاجات الدايت محدش بيقول عليها علاجيه، بس انا بعتبر ان بيستا من الحاجات العلاجيه الممتازه. ليه بقى؟ لان هو الكورس قائم على بيستا، وده اكياس من الألياف المالئة. الألياف المالئة دي مكونة من الشوفان، ردة القمح، كشور السليم. الألياف دي لما بناكلها يا كريم هي كيس بندوبه في كوباية مية، ناخده قبل أي وجبة بنص ساعة. فحضرتك بره هتاكل من أكل الشارع، لما تحس بالجوع والنهم ده هتاخد بيستا في كوباية مية واشرب بعديهم كوباية مية، هتلاقي فيه بالونة من الألياف الطبيعية ملت معدتك، ما اشتغلتش على مخك. لأن دايما أنا بكون حريصة أن أنا أوضح، أنا مش عايزة ألعب على المخ أبدا، أنا عايزة أشتغل موضعي وبطريقة آمنة. فأنا خدت بيستا اللي هو أول عنصر في الكورس بتاعنا النهاردة، على كيس من المية مع كوباية مية، معدتي اتملت ببالون، فقدرتي على الأكل قلت جدا. مش بس كده، يعني إحساس الشبع بالظبط. أنت قاعدين دلوقتي في البرنامج، أنت مستني تخلص مثلا عشان تفطر، لو واخد بيستا بعد ما هنخلص مع بعض الحلقه، هتروح جابولك مثلا الفطار، هتلاقي نفسك مش قادر تاكل، هتاخر الوجبه ساعتين وثلاثه، فعدد وجباتك مبدئيا في اليوم قل، فده عنصر. عدد وجباتنا قل، كمياتها قلت، فقللنا
الداخل في جسمنا، دي اول حاجه. طب تاني عنصر في الكرسي كريم هو قلب مالتي فيت فيتامين، ودي المنظومه الكامله لشركه بايو ناتشرالز حريصه ان هي تمد كل الناس بيها علشان يوصلوا للهدف، مش بس يوصلوا للهدف والتثبيت، وهنتكلم عنه بالتفصيل. قلب مالتي فيت هو مالتي فيتامين بيمد جسمنا ب 13 عنصر اللي جسمنا محتاجهم لكل الوظائف الحيويه وتجديد البشره والخلايا، واي حاجه احنا جسمنا محتاجها كعنصر عشان يشتغل فيها احنا بنمدها بيه. هو الاقتران ما بين قلب مالتي فيت وبين بيستا، يعني اللي بياخد ده لازم ياخد معاه ده، عشان فكره انه لما يفقد وزن ما يفقدش معاه كمان عناصر مهمه للجسم ومعادن، مش كده برضه؟ بالظبط كده، مش تمام. بس ما يفقدش، خلي بالك يا كريم ان نقص عناصر كتير جدا في جسمنا زي فيتامين دي 3 بينعكس بصوره مباشره جدا ان معدل الحرق بتاع الناس ضعيف، فتلاقي الناس بتيجي تقول لنا يا دكتور، او لما بيتصلوا على ارقام شركه بايو ناتشرالز عشان يتواصلوا مع الفريق الطبي من اخصائيين التغذيه ويقول لهم كل التفاصيل. ودي عايزه اقول برضه حاجه، مبادره شركه بايو ناتشرالز عاملاها رائعه جدا جدا، ان عامله هديتين على كورس بيستا اللي هو زي ما قلنا مكون من بيستا، قلب مالتي فيت، ومستخلص القهوة الخضراء اللي بتساعد على زيادة الحرق. الكورس ده كله عليه حاجتين هدية، وأنا شايف إن هما من أجمل الحاجات. متابعة مجانية من فريق متخصص من أخصائيين التغذية معاك أسبوع بأسبوع لغاية لما توصل للوزن المثالي، مش بس كده وتثبت. وعايزين نتكلم دايما إن التثبيت يا جماعة رحلة لا تقل أهمية عن رحلة فقدان الوزن. أنا كده كده عايز أقف معاكي شوية عند حتة التثبيت، بس مش عايز أقطع السلسلة. الهدية التانية واسألني بقى كل الأسئلة هي فيتامين دي 3 اللي هم عاملينه برضه هدية على الكورس المتكامل. ليه برضو قرروا يحطوا فيتامين دي منفصل لوحده؟ علشان فيتامين دي يا كريم للاسف ناقصه، اللي هو عند ثلاث ارباع الناس تقريبا، سواء في بلادنا اللي فيها شمس او البلاد يعني بره اللي ما فيش شمس موجوده، هو ناقص عند ثلاث ارباع الناس لانه للاسف مصدره الوحيد هو الشمس. الاكل اللي يعني واحنا من قله الشمس عندنا، احنا كنا بنتشوي الخمس ست شهور اللي فاتت. غلط يا كريم، لان هو لازم شمس مباشره، يعني مش وانت راكب عربيتك، يعني انت دلوقتي يا في الشغل بين اربع حيطان، يا راكب عربيتك وقافل الازاز ومشغل التكييف، او راكب مواصلات. ففي كل الاحوال مفيش تعرض مباشر، مش بس كده، لازم يكون جلدك مباشره، يعني مش على اللبس، في وقت معين قبل الساعه 10 صباحا او بعد الساعه 4 عصرا 20 دقيقه. فانت كل الظروف للاسف عندنا احنا بقى شمس الحمد لله مش زي الدول الاوروبيه، بس مش عارفين نستفيد منها، فبالتالي كلنا ناقص عندنا. طب ناقص عندنا ايه بقى المشاكل؟ ضعف في معدل الحرق، حاله تعب، تكسير في العظم، اكتئاب، كل ده لسه يا كريم متخيل نقص فيتامين دي. فاحنا هنشكر طبعا شركه بايو ناتشرالز ان هي مدت هديه الكورس المتكامل الرائع ده بهديه جميله هتحل لنا مشاكل كتير جدا، وهي فيتامين دي 3. عظيم. تعالي بقى نرجع لتفصيله او لنقطه التثبيت. أوكي. اللي انا فهمته إن 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 الواحد لما بياخد بيستا ويدوبه الكيس الواحد بيدوبه في كوباية مية قبل الأكل بنص ساعة، ومتفقين على إن العناصر بتاعته بتنفش جوه المعدة، فبالتالي بتخلي المساحة المتاحة إن إحنا نحصل جواها بتقل كتير. أنا بقول لك تعبير يعني، لا هو ده الصح يعني. أيوة. بس لتقريب وجهات النظر. أيوة. للناس اللي بيتابعونا. طيب أنا بعاني من سمنة مفرطة وخدت المنتج والتزمت معاه أو التزمت بيه لفترة وفقدت الوزن اللي أنا عايز أفقده وزي الفل كده، حلو قوي، وانس وقفت بقى، هل بترجع تاني شهيتي زي ما كانت الأول لو أنا بطلت إن أنا آخد البيستا؟ ده سؤال مهم جدا جدا. ليه بقى؟ عايز أقول بس حاجة معلومة لكل الناس وطبعا ليك. اتفضل. أي حاجة ما اشتغلتش على مراكز مخنا، وده اللي أنا دايما بأكد عليه، سواء كفاتح شهية أو إن أنا أقلل شهيتي، أنا في أمان. دي نمرة واحد، لأن الحاجة اللي هتشتغل على مخك مجرد ما وقفتها حصل لخبطة هتجيب نتيجة عكسية، ده طبعا مش موجود عندنا خالص. طب ندخل في حتة تانية، بيستا ألياف طبيعية بتدوب في فترة معينة من الساعات، بتقلل زي ما أنت قلت حجم، بتاخد حيز من معدتك، فأنت مش قادر تدخل كميات، وبتاخد قبل كل وجبة، فهي حاجة بتدوب بتنظم لك عملية الهضم والأمعاء، هي بتخرج في جسمك مع المخرجات. طب. بالعكس، فهي بتحل مشكلة الإمساك المزمن اللي ناس كتير بتحسه مع الدايت. وهي مش البالونة اللي بنروح نعملها جراحيا بفلوس كتير اللي بتفضل بقى دي موجودة في معدتك يا كريم، شداها ونفشها في معدتك بتوسع، فأنت بعد ما شلت البالونة بعد ست شهور معدتك وسعت، فبتاكل اكتر بعد ما بتشيل البالونه. احنا هنا بنتكلم في الياف، ده ما بيحصلش بقى في الكيس، الياف زائبه طبيعيه بتاخد حيز بس لفتره من الساعات، بالعكس ما بتوسعش طبعا معدتك خالص زي الحاجات التانيه، لانها حاجه مش موجوده بيرمننت ولا حاجه صناعيه، وبتنزل بتنام انت ساعات الليل بتاعتك، بتصحى تاخد ده، فيبتدي يملا لك حجم معدتك حجم مؤقت. انت بقى بتتعود في الفتره دي على ايه؟ لما بتتابع مع الفريق المتابعه المجانيه لشركه بايو ناتشرالز عاملاها،
وبتظبط فيتاميناتك وبتظبط فيتامين دي، بتخرج من الكورس خاسس، فيتاميناتك مظبوطه، الحاجه اللي كانت ناقصه مخليه حرقك وحش بقت كويسه، في حرقك بقى احسن يا كريم، اتعودت تاكل كميات قليله على مدار فتره كويسه، خسيت في الشهر على الكورس اللي هيمشي عليه بالتفاصيل في المتابعه الفريق هيقولها له، يعني من 8 ل 12 كيلو، وده متوسط الخسيه اللي تقريبا كل الناس الحمد لله مشيت على بيستا ومتابعتها مع فريق في الشركه، طبعا ارقامهم ظاهره على الشاشه وصفحه والاهم ان هم بيفقدوا الوزن ده بصحه. بصحه ليه بقى كمان؟ عشان في عناصر ثانيه مهمه جدا موجوده في بيستا، وهي الكروميوم بتركيز عالي 500 ملي جرام، وفيتامين سي والكارنيتين. طب دول دورهم ايه بقى؟ دورهم مهم جدا، دي مكملات الناس بتروح في الصيدليه تاخدها لوحدها كده، احنا حاطينها في منتج طبيعي. طب الكروميوم بيعمل ايه؟ بيقلل امتصاص النشويات من الوجبه، يعني انت دلوقتي كلت نص الكميه اللي انت كنت متعود تاكلها. اوكي. وهو ده دور بيستا كالياف. النص الكميه النشويات اللي بقيت بتاكلها دي هو نفسه قلل امتصاص النشويات اللي موجوده في الكم اللي اوريدي قليل، عمل ايه؟ حفز افراز الانسولين اللي بيحرق اللي احنا محتاجينه، او حسن وظيفته. الحاجه الثانيه فيتامين سي، حرق الدهون الموضعيه، ودي حاجه مهمه جدا مش ناس كتير عارفاها كريم عن دور فيتامين سي. دايما فيتامين سي في دماغ كل الناس مناعه، قوي مناعتك فيتامين سي، وادوار البرد والحاجات دي، مع انه دوره فيتامين سي من الحاجات اللي ليها دور قوي جدا جدا، فمن الادوار الاساسيه، عشان كده موجود بتركيز برده ممتاز جدا في منتج بيستا، هو ان انا بحرق الدهون، بطلع الدهون من الخلايا وخليها هي مصدر الوقود في جسمي، عشان كده برده من الفيدباك او يعني الاراء اللي دايما كانت بتجيلنا بالظبط كده على ارقام تليفونات الشركه اللي بتبقى ظاهره على الشاشه اللي الناس بتتابع عليها مع اخصائيين التغذيه من شركه بايو ناتشرال، احنا مبسوطين لان انا ماشي اكلي قل فعلا النص او الربع، فانا اللي داخل قليل، الطبيعي هتقول ده ما عنديش طاقه لان انا مدخل كميات اقل. دايما الفيدباك بيجي لنا سبحان الله انا باكل اقل، وبقيت اكل بدل ثلاث وجبات وجبتين، واحيانا معدتي مليانه باكل وجبه واحده بس، فباخد كيس واحد لاني ما بقتش قادر اكل اصلا، انا حاسس ان انا عندي باور وطاقه وانرجي، والناس فرحانه بده. طب ليه هم حاسين بباور وطاقه والانرجي دي يا كريم؟ علشان انا ابتديت اخلي جسمي في مصدر وقود تاني وطاقه تانيه، ان انا بحرق الدهون الموجوده جوه الخليه، فانا خليت جسمك محرق الدهون بالمكونات الطبيعيه اللي انا حطاها في بيستا. عظيم. في وسط الكلام كنت بتقولي ان احنا من خلال منتج بيستا انتوا بتعالجوا المشكله دي بشكل موضعي ومن غير ما تخاطبوا اي مركز مسؤول عن الاكل او الشهيه. مزبوط. في المخ. وقلتي في وسط الكلام ان حتى فيما يتعلق بفتح الشهيه اللي هو الوضع العكسي. بالزبط. ده كمان ممكن يتعمل موضعيا؟ فتح الشهيه موضعيا؟ لا، فتح الشهيه موضعيا دي بنعملها بطرق تانية، ان انا ادي مكملات غذائيه مركزه عاليه السعرات. يعني ايه؟ يعني حضرتك شخص شهيتك مقفول كريم مثلا، ممكن يكون اكلك قليل صح كده، بتقولي انا يا ريان ما اقدرش اكل اكتر من وجبه واحده في اليوم وبشعر بالامتلاء من اقل كميه صح كده. انا هعمل ايه؟ انا هديك مع الوجبه اللي انت بتاخدها اليوميه اللي انت ما تقدرش تاكل غيرها كوبايه او كوبايتين مش كبار، 100 ملي فقط لا غير، بس السعرات والبروتين الموجود اللي فيها ثلاث اضعاف اكلك اليوم. حضرتك قلتي كوبايه او كوبايتين ايه؟ كوبايه او كوبايتين من مكمل غذائي طبيعي برضو. حاجه بقى عكس بيستا تكون بتديك شعور، يعني شعور. انتوا مش ناويين تعملوا حاجه عكس بيستا؟ لا ان شاء الله شركه بايو يعني الناس اللي زي حالتي بتعاني لا دي حقيقه، ودي ان شاء الله الفتره الجايه. انا عايزه يعني اي حد متابعنا النهارده وبيتفرج، وزي ما انت بتقول انا عجبني جدا الموضوع ده، عنده مشاكل لاولاده في نقص الشهيه، حد عنده مشاكل في الاورام ما بياكلش، في مشاكل ده موجود يعني للاسف كتير جدا جدا، فالحاجه بجد الجميله لشركه بايو ناتشرالز، هي طبعا عايزه اقول منتجاتها طبيعيه 100% كلها امنه ومرخصه من وزاره الصحه، وهم طول الوقت بيشتغلوا ان هم يفيدوا اي حد عنده مشكله. فهم الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى في، يعني انا عايزه كل حد بيتفرج علينا النهارده يدخل على صفحتهم بايو بيستا او على الارقام اللي ظاهره على الشاشه، لان هم عندهم منتجات كتير جدا جدا متنوعه، يقدروا يستفسروا اي حد عنده مشكله صحيه ليه او لاولاده غير اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، يقدروا يخشوا على الصفحه او على الارقام ويسالوا عن كل المنتجات اللي موجوده. جميل. وعلى ذكر الافاده، احنا جات لنا شويه اسئله من خلال مشاهدينا، منهم سؤال من شيرين بتقول انا وزني، انا سني 35 سنه وبدخن كتير وعندي سمنه وزني 170 كيلو. بتعمل دايت وما بتقدرش تكمل وبتاكل اكتر وبتعاني من السكر من الدرجه الثانيه وعايزه تخس باي طريقه، وبتقول مش قادره استحمل. يعني طيب حقيقي الوضع صعب جدا. هقول لشيرين بقى حاجه هتتفاجئ من اللي انا هقوله. يا شيرين، انت حتى لو رحتي لدكتور عشان يعمل لك عمليات جراحيه لتصغير حجم المعده،
عشان الوزن طبعا زايد، هو هيرفض ده لغايه لما تخسي باي طرق من الطرق المتاحه تخسي كم من الوزن معين، فهو هيحولك لازم لفريق طبي من التغذيه عشان تفقدي وزن. فانت كل الطرق وكل السبل الموجوده دلوقتي ومتاحه ليكي علميا وطبيا مع اي دكتور فعلا يعني بيراعي ربنا، خلينا نقول كده، هيقولك لازم تمشي على حاجه او منتج يساعدك، لان اكيد زي ما هي قالت مشيت على دايت كتير فشلت فيها. خلي بالك يا كريم في مشكله تانية برضو مش ناس كتير عارفاها، وزنها الزائد قوي ده عامل لها مشاكل في ركبها، فهي طبعًا حركتها صعبه طبعًا. والعمود الفقري كله عندها السمنه بتؤدي لنقص فيتامين دي مباشره، فهي عندها نقص انا متاكده حاد، مش هنقول نقص، ما عندهاش فيتامين دي اساسا. انا كنت متخيل ان ممكن يبقى كلمه سمنه بتشتمل على كلمه نقص، انا فاكر ان السمنه دي معناها ان في فرط زياده في عندنا لا خالص فعلا. ده مريض السمنه يا كريم للاسف بيعاني من نقص تقريبا في كل الحاجات، الدهون دي بتاثر سلبا على كل شيء. ده النقص ده جاي منين؟ ده لا لا، هو انت فاكر ان معنى زياده الوزن والدهون الموجوده في الجسم دي ان ده معناه صحه؟ ده معناه ان كل العناصر بتدخل بالظبط؟ لا 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 خالص. اولا بيعتمدوا على السمنه في عناصر غذائيه خاطئه. خلي بالك السمنه برضو مفرطه دي يا كريم عمرها ما بتيجي من اكل صحي بناكله بس بكميه كبيره، لازم تكون بيدخل نسبه سكر عاليه جدا، دهون ضاره عاليه جدا اللي احنا بنتكلم عليه. خلي بالك اصلا بقى الدهون المكونه في جسمك الكتير دي بتقلل امتصاص الفيتامينز، يعني فاهمني؟ يعني مش مجرد حتى لو بياكل اكل صحي مش بتستفيد منه، مش بتستفيد منها، فمش بس عشان هو بياكل اكل مش صحي، دهونك الزايده دي معطله امتصاص الحاجات المفيده في جسمك، مبوظه السيستم. ربنا خلق الجسم يا جماعه بمنظومه كبيره جدا جدا معقده بتشتغل لفائدتنا ومصلحتنا، احنا اللي بنعطل المنظومه دي. انت عارف اصلا يا كريم ان فكره انت بتاكل 24 ساعه، الناس اللي فاتحه الثلاجه 24 ساعه او بتطلب دليفري طول الوقت، فهي طول الوقت منشغله شغله جسمها بعمليه الاكل، عمليه الاكل دي معطله الدم اللي في جسمك انه يروح يشتغل وظايفه المهمه جدا جدا منهم الحرق. فانا عايزه اقول للحاله اللي طبعا اللي كنا بنقرا حالتها شيرين. دلوقتي شيرين يا شيرين لازم تتواصلي مع الارقام اللي ظاهره على الشاشه فريق بايو ناتشرالز او صفحتهم بايو بيستا عشان تقولي لهم بقى كل تفاصيل حالتك، لانك حاله فيها تفاصيل انا متاكده كتير جدا. طب. تفاصيلنا الصحيه، مشاكلنا السابقه، انواع الدايت اللي عملناها، عاداتنا بالظبط، عندنا مشاكل في ركابنا فعلا، حركتنا معدلها قد ايه، نقص الفيتامينز، تحاليلنا، كل ده هتتواصلي مع فريق بايو ناتشرالز من اخصائيين التغذيه المتخصصين، وهم هيقولوا لك الكورس المناسب ليكي سواء بيستا او اي حاجه تانية، بس بيستا هو الانسب طبعا مع مستخلص القهوه الخضراء مع قلب مالتي فيت. وطبعا اكيد انت بكل الاحوال هتاخدي الهديه فيتامين دي 3 والمتابعه، بس وارد نكون محتاجين كمان حاجات مكمله معانا عشان نساعد في ان احنا نخس بطريقه صحيه واسرع باذن الله. طب ده كان سؤال شيرين. استاذ محمد بقى بعد يقول انا اسمي محمد وعمري 60 سنه، بعاني من الضغط والسكر والسمنه، رجلي ورمه جدا ومش بعرف امشي عليها كتير، محتاج اخس وزن يعني نسبة كبيرة من وزني. طيب أستاذ محمد، يعني 60 هنقول مجازا من كبار السن، كبار السن وتعاملهم مع بيستا أخباره إيه صحيح؟ ما هو بقى كنت هقول حاجة كويس كنت هقولها في شيرين كنت هكملها كويس إن هي موجودة عند أستاذ محمد، وهي طبعا الأمراض المزمنة يا كريم. بيستا من أهم بجد ما يميزه إن هو أثبت الحمد لله طول الفترة اللي إحنا شغالينها تقريبا من أول 2022، ودي مدة يعني الحمد لله مش كبيرة جدا، إن إحنا طلع كم حالات كتير جدا جدا كان عندها سمنة وأمراض مزمنة بالذات السكر النوع الثاني يا كريم المترتب على السمنة، حصل تحور يعني 180 درجة في كل الحالات نتيجة فقدان الوزن، إن إحنا مشكلتنا اتحلت، أثر بطريقة ممتازة جدا إن الأمراض المزمنة دي اتحسنت. كنا بناخد جرعة كبيرة قللناها، طبعا الانسولين صعب نبطله، بس لما كنا بناخد علاج للسكر في ناس كتير جدا لما فقدت وزن وتحسنت ابتدت العلاج وجرعاته تقل جدا جدا. فبالعكس استاذ محمد لما هتمشي على كورس بيستا اللي احنا لسه متكلمين عليه، وتقدر تتواصل طبعا على صفحه بايو بيستا والارقام اللي ظاهره على الشاشه، هم هيقولوا لحضرتك كل تفاصيل وكل الروتين، وان شاء الله هنخس الكم اللي احنا عايزينه اللي هيخلي باذن الله كل الامراض المزمنه يحصل فيها تحسن كبير جدا. اللهم امين ان شاء الله. احنا بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، نورتينا واسعدتينا وافدتينا كالعاده، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. واكيد الشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، ان شاء الله يتجدد اللقاء بكره باذن الرحمن، يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي، الى اللقاء.